انا ما خرجتش بره البيت. لا يا ابني انا هعطلك. والنبي والنبي يا عم رسول الله يخليك، هو طيارك لبنان لسه ما وصلتش؟ اطمن يا سيدي لسه ما وصلتش، اول ما بتوصل كل المطار بيعرف. اهي طياره لبنان اهي يا باشا. سليم مروان هيدا بياك كتير مهضوم. لا بي ايه؟ انا صديق مروان. انا وقوف صديق مروان برضو وجد الاستاذ. احنا هنقف نتكلم كده. شيرين جايه تعبانه من السفر وعايزه تستريح. ايه انا تعبانه عن جد. الف سلام. يلا هات الشنط. حاضر حاضر يا ابن المحظوظه مروان. هات الشنط هات الشنط. اسمع انه مصر كتير حلوه، عبالي زور مصر زاويه زاويه. انا تخصص زوايا. انا هفرجك عليها حته حته، بس في الاول تقبلي بقى عزومتي على مطعم، في مطعم لبناني اكله تحفه. رمانه، يعني ما بقول انا جايه على مصر لطعميني اكل لبناني، بدي اكل اكل مصري. على رايك هو في اجدع من مصري؟ الشعر الابيض بحقت كله وقار ورجوله كتير حلو. ده انا مولود بيه. اوه يا وفا ايه بتشوف جدك يا عم؟ الراجل ده زودها قوي. ايه ده انت غيران؟ غيران من جدي يا هبل؟ هيعمل ايه ده؟ بيكتب اسمه بين يا جعيل. فنفش كده فنفش فنفش. كيف طيب الاكل؟ مفيش اطيب منك انت، خدي من ايدي دي. رمانه رمانه بقى في اكل سمعت كنا صحتين. يا اوف ايه ده؟ انت بتسقف؟ انت تشوف حالة جدك هيعلق البنت مني واحنا قاعدين كده نطبق سلطه على الترابيزه. هو انا داخل بان تيتا قواهته في صنف الحريم مستقطع ليه؟ بس شويه وبعدك بتتاكل اكل. افا عمان الدلع عمان وطلع حواجيكو يا عمان وتعالى حواجيكو يا عمان. سيرين هتوحشيني قوي الليله دي. انا هسلم عليك دلوقتي وهوصلك بكره المطار. والله العظيم لا اشوفك بكره. اهو رمانه راح اشتاق لك كتير. والله يا انا شايف ان مفيش داعي لحكايه الفنادق دي والكلام ده. انت ممكن تباتي في اوضه رؤوف ورؤوف ينام عند مروان؟ لا لا ده كده كتير قوي. حياتي رمانه ما في داعي، انا بنام بالاوتيل وبكره بشوفك. اوكي اوكي باي. يلا يا عمان يلا يا عمان، ده انت خبطها خبطها. يلا يا عمان روح. يلا على فين؟ على البيت. لا روح ده ايه بقى؟ اسمعوا اكل المطاعم الهاي كلاس ده ما يمشيش معايا انا، انا لسه جعان. ايه رايكم لو نضرب سمين؟ سلام عليكم. سلام عليكم. ايه ماله الجلع ده؟ فيه ايه؟ لا مفيش، بيت صاحبته واحد علقها منه. امال يا ساتر ايه الاخلاق دي؟ اخلاق سفله امال سفله. صاحب في صاحب وكان عشم يقول ودي. أنا مش عارف ليه مبسوط قوي النهارده. أنا عارف يا أمان. قصدك إيه يا ولد؟ أنت عارف وأنا عارف يا أمان. اسمع يا رؤوف، أنا عاوزك تروح تقابل منار بكرة وتقول لها تحدد لنا ميعاد علشان نروح نزورهم في البيت. بكرة بكرة؟ ليه الاستعجال يا جدع؟ يا أخي سيبني أكل وأنا مبسوط. ألف هنا وشفا، ألف هنا وشفا. بق الحلو فين؟ بق الحلو فين؟ ألف هنا وشفا. لا ايه خلاص كوش عم كفايه كده، مش حاضر ادخل لقمه ثاني بقي. انت ليه دايما بتهرب من موضوع الجواز؟ انا عارف انك بتحبها وهي كمان بتحبك، يبقى الجمهور هنا عجل. خلاص اللي تشوفه امال. لا لازم القرار يكون من جواك انت، مفيش حاجه اسمها اللي انا اشوفه، اللي انت تشوفه. ايه الهيام ده كله يا عمان؟ انت ما عشتش المشاعر دي قبل كده ولا ايه؟ قصدك ايه يا ولد؟ ده انا كنت حبيب من الطراز الاول.
الطاز الاول وتتجوز تيتا ومان. انا هقول لك كلام يمكن اول مره تسمعه مني يا رؤوف. عايزك تبقى شخص تاني خالص، تواجه، تقتحم، تقاوم يا ابني. ما تبقاش انسان جبان وضعيف، انت خلاص هتتجوز وتخلف وتبقى قدوه لاولادك. الدنيا حلوه يا رؤوف، جميله، عشها، استمتع بيها وما تخافش من اي حاجه ابدا. ومان صدق الله العظيم. هو جده مات ازاي؟ فجأة موان بعد ما سبتنا قدام الفندق فجأة. مش بس قال لي انا عايز اكل سمين، خدت ضوابنا سمين عند الظهر شوية، وقال لي نفسي في وز بلبن، خدت ضوابنا وز بلبن شوية، وقال لي عايز اكل فلوكة في النيل. اتاريه كان بيودع مصر كلها وانا مش واخد بالي، وقف على فلوكة واخد بساط وفجأة هوب هوب. ايه؟ مات مات يعني هوب ايه؟ مات وقف في العزب بتاعه. شد حيلك هوب ايه؟ شد على الله يا سمان، شد على الله. هو المرحوم مات ازاي يا بيه؟ دي الحكاية بقت سخيفة قوي، مش درجة سمان بقى. معلش معلش ابدا يا سيدي. قال لي عايز اكل سمين، خدته عند واحد وقفنا سمين. بعد كده قال لي عايز اكل وز بلبن، وديته كوز بلبن. وبعد كده قال لي عايز اكل فلوكة في النيل، اتاريه كان بيودع مصر وانا مش واخد بالي. خش يا سمان، خش يا سمان بقى. اهلا يا ريس، ربنا يخليك يا ريس، ده شرف كبير قوي لينا يا ريس. لا ما تقولش كده يا رؤوف، شد حيلك يا ابني، شد حيلك. هو المرحوم مات ازاي؟ اعمل ايه دلوقتي يعني؟ اعمل افد نفسي من الشغل. مؤاخذة مولانا سوء، معلش انا اسف انا اسف يا جماعة. المرحوم مات ازاي؟ شامبو وخد صابونه هديه. نجوى نجوى عودي مكان، عودي مكان دقيقه واحده بس، شكة قوي. منو انا عايزك تاخدي لي ميعاد مع اخوك في البيت. ها عايز اجي ازوركم بجد؟ بس انت جدك لسه متوفى. ما انا عارف الله يرحمه، بس تاكدي ان دي اكتر حاجه هتسعده في توبته. قلت يا منو ماشي. سوري مش هقدر اكمل معاكم عشان دي مش مكانتي، انا اسف. سوري سوري. يا عيني يلا اهلا وسهلا يا شواد، نورت الورشه غاليه. ما تلاقوش ما فيهاش حاجه، سليمه ان شاء الله. لا حضرتك فاهم غلط، احنا هنركن بس 10 دقايق. تركن بس؟ طب شيلوا القرف ده من هنا عشان ده محل اكل عيش. لما تتكلم عدل يا جدع، انت في ايه؟ الله، هو كل واحد عنده حته حق صغير خايف عليه ومش عايز حد يركن قدامه؟ طب مش هنشيل، مش هنشيل، مش هنشيل عادي بقى. وختام النادي يا ابراهيم. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت لا مش للدرجات دي، فانت كمان لعلمك مش حلو يعني بتعمل ده، عشان انت في منطقتك يعني مش موجوله. وكلمه ثانيه، هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه. طب شيل القرف ده من هنا يا شيل القرف ده من هنا، ده انت مستهيفنا بقى يا مستهيف. ايه المفاجاه دي؟ وهتتضرب ويتعلم عليك كمان. ليك شوف حاجه يا لا يا باشمهندس، مالناش شوف حاجة. شو ما انا بكلم الاستاذ، انت ايه اللي دخلك؟ تسأل كبير المنطقة ايه اللي دخلك؟ هو معاه حق. لما انت تتكلم وانا واقف يبقى لازمتي ايه؟ الراجل بيسأل ايه دخلك؟ احنا فينا من كده ولا ايه؟ اه في كده كمان. وكده كمان ليه العنف ده يا استاذ؟ انتوا جايين لمين يالا؟ مش فاكر مين اسمها ايه؟ منار، منار جايين لمنار. منار مين يا؟ انت ما فيش العالم كلها الا منار اختك كريمة. شرف يا نهار اسود. شرف يا نهار.
معلش اصل هيما اخويا كبير الحته، مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخيره. خش انت بيت دلوقتي. طب عشان كلكوا الشيش خش جوه بيت. وانت بقى لمؤاخذه يعني ظروفك يا زميلي؟ الحمد لله الحمد لله. ظروفك ايه؟ ظروفي انا وقوف وقفه طمان. الحمد لله موظف في سوبر ماركت وباخد 1000 جنيه في الشهر. وبناخد حوافز كل 4 شهور يعني. اكيد مناو موصله المعلومه دي حضرتك يعني. وهتفتح بقى بيت ازاي بقى 1000 جنيه مفتح؟ ها؟ ما ان شاء الله باين بيه. ان شاء الله يا ربنا يسهل مرتبي على مرتب مناو وربنا يسهل. يعني انت حاطط عينك على مرتب البيت؟ يعني انت طماع يا زميلي؟ تصدق فعلا انا شكلي طماع. انا طماع. انا اسف انا اسف. انت عندك حق. سلام عليكم. يلا اذنك اقعد يا انت اهو. المهم عندك مقنه؟ عندك شقه يعني؟ ده رؤوف عنده حته دين شقه تحفه في مصر الجديده. مصر الجديده؟ بنت دي طول عمرها حظها قليل. والله انا راح اشوف الشقه. طبعا شقه اختي الوحيده شقتي، لازم اطمن عليها. مش اي منطقه كده والسلام تسكن فيها هي يعني. ها؟ طبعا حضرتك يعني تشوف وتأنس طبعا اكيد. عن اذن حضرتك. يلا عن اذنك. ما تخلط يو. هو الا عن اذنك. عن اذنك تخش يا فاكر انت ماسكني مين بتوجعني ولا ايه؟ لا يا ابويا اخلص يو. انا بفهم حضرتك. وانا خدت معايا البيت وخدت واديت معايا في الكلام. وعايز تخلع. عايز تخلع. الناس اللي بره في الحاره دي تقول عليا ايه؟ تقول المعلم ابراهيم ايه؟ هتقول كل خير. انا مش مظبوط يا مروان. مالك في ايه؟ مش عارف مش عارف مش عارف يا مروان. في ايه بقى موضوع الخطوبه والهبل ده؟ ما ياكلش معانا عشان احنا عيال ولاد بلد. هتفضل بقى داخل خارج عروستي؟ لا سينما. لا بحبك. لا انا دمي حامي شطه مولع. ما احبش اللي بيتدلع. انا كبيري مات يا الله يرحمه ويحسن اللي ربنا ما نعرف. يعني داخل عليا بطولك يعني؟ ما معكش غير الافند اللي بيلق ده. انا كبير مات يا ابراهيم. بتقول ايه يا حلتها؟ لا ربنا مفيش حاجه. جدي ومان مش جدي مات وانت حضرت عزاء؟ ان شاء الله يفرمني قطر مات وحضرت عزاء يا استاذ ابراهيم. يا بابا خلاص. احنا بالصلاه على النبي كده نقرا الفاتحه قبل الموضوع ما ريحته تطلع. بس ثانية واحدة بس يا استاذ ابراهيم، هو حضرتك ليه محسسني ان رؤوف غلط مع الاخت؟ غلط مين؟ انت بتقول ايه؟ لا بيقول محسسني محسسني بس بقى موان. بس يا موان اما الرجاله تتكلم بالمطاوي تخص خالص. ممكن حضرتك تديني شهر بس يا ابراهيم اجمع نفسي بس شهر شهر. مفيش مشكلة. حاضر. قدامك شهر. بس نقرا الفاتحة. نقرا الفاتحة. نقرا الفاتحة. يلا طب نكمل الفتحه. يلا يلا عارفين يا يلا هعمل معاك الصح. صحيح يا اختي يا حبيبي. يلا يعني انت مبسوط يا ابراهيم؟ فاكرك هتعمل فينا حاجه. ام نشوه. ام نشوه مين يا ابراهيم؟ ام نشوه يا ابراهيم. بيه ام نشوه بنت منار اختي اتخطبت. اختي منار اتخطبت. ده انت ظبط مش هتعرف امها. زرعت يا بنت. عايز نقرا كده كلام مش ظبطتها. زرعت بعد شهر. مين؟ انا خال عيالك. حضرتك ما عنديش عيال. شوف الشقه اللي فوق يا جدع. انا ابراهيم اخو منار خطيبتك. احنا مش اتفقنا ان انا اشوف المطرح؟ ما تفتح عروف. ومستعجل ليه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده من 6 ساعات بس. افتح. انت سيبني اقف على الباب بره ولا ايه؟ افتح. وحشتني. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بسم الله ما شاء الله. ده حاجه حلوه قوي. سقف عالي. الحاجات بتاع الزمان الجميله. انت جاي تشتري الشقه يا ابراهيم؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ مطبخ صار. ايوه كده. لا ده شغل عليه قوي قوي. الشقه الطويله العريضه دي عايش فيها بطولك فرداني. كله عاوز يبقى بالفلق يا جدع. ما تخمسش في وشي. احسد مالي؟ بص وانت جاي في نص الليل عايز مني ايه؟ عاوز ايه؟ كل خير. انا حاسس ان احنا بقينا اخوات. قوم لما تزنق في مصلحه يبقى قله الاصل على الكيف لو رحت لحد غيرك. يا جدع احنا شباب زي بعض. عايزك تحس بيا. احس بيك يعني ايه يا ابراهيم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ افهم. معايا موسى وعايز مكنه. اوعى يا ابراهيم اوعى يا ابراهيم لو سمحت. لحد كده كفايه قوي. في ايه يا جدع؟ ايه اللي في ايه؟ لازم تفهم البيت ده قطها واشرب بيت في مصر الجديده كلها. يا جدع مراتي مراتي ضاربين ورق عرفي. اشوف العقد العرفي لو تقاومت. انت مش هتصدقني. انا مصدقك يا ابراهيم. انا بطمن على العقد اللي يكون ضاع. المهم بقى يا معلم الموضوع ده يفضل في السكرته. يعني منار اختي ما تعرفش عنه حاجه. حاضر يا ابراهيم. لو منار عرفت سمعتي. سمعتك. سمعتي. حاضر يا ابراهيم. اتفقنا. ما بتقفل دي بس. صباح يا صباح.
مسا عليك ابراهيم. خلي ما تتكسفيش، ده بنت اختي وده الاستاذ رؤوف جوز اختي. اهلا يا هاني. صباح مروحه، اصلي مدورها ومطرياها. قلت النوم جوه في سرير بمله بمله. اخيرا حمدت. يلا روف اعمل الصح. اللي هو ايه الصح يا ابراهيم؟ ازازتين بيره مشبرين، حتتين لحمه مشويين، سكرتين ملفوفين. يا طاروق معلش يا ابراهيم، المكونات اللي انت طالبها ما بقاش بيت اختك، بقى بيت ضعاه. الشغل بره وبعيد. ايه يا روف يا جدع؟ بقول لك ورق عرفي. طب مطلوب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص يا عم انا اللي هعمل، انا هنزل اجيب شويه طلبات لزوم القعده واروق الدنيا. قومي يا بنت رشي كتتك بشويه ميه. طريها طريها. بعشقك يا موزه. دار يا دار يا دار. ما تتعقدش يا اخ ابراهيم. وحدك بتشتغل ايه؟ يا دار قولي لي يا دار راحهم فين حبايب الدار؟ فين 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 فين؟ في ايه حضرتك؟ بتشتغلي ايه؟ صوصك يخرب بيتك يا ابراهيم، ازاي تتجوز الاشكال دي؟ على فين يا جدع انت؟ طالع بيتي يا جدع. بيتك فين؟ عند الاستاذ رؤوف. وما قالكش؟ لا ما قاليش. اقول لك انا بقى، انا شيل رؤوف اللي كنت مسافر ورجعت بالف سلامه. هتلاقيني رايح جاي، معايا ضيوف، معايا ناس، حكيت معايا هديك 100 قلم. لو على ايه؟ انا اذنك. اهو بيسا بقى بومبا. استنى تشتغلي ايه؟ طيب عملت ايه؟ ايه رأيك؟ في ايه؟ مش فاهم حاجة بايب. ايه؟ مش مشكلة، خد ساعة البيرة دي. لا انا بحب اشربها سخنة عشان بتفكرني بالشربة. بعشق دماغك. حاول قوة الا بالله، ربنا لولا انها مواطن اللي كنت طلبت له البوليس دلوقتي. خش يا مياد، خش خد راحتك على الاخر. بس ديتي ايه ده؟ ايوه مسا مسا روف. مسا نو يا سيدي. يا جدع انت لغين، عيش معايا اللحظه. اقول لك مسا مسا رؤوف تقول لي مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا. ايوه كده. قول لي مبروك. الف مبروك على ايه؟ اتجوزت. امال فين صباح؟ صباح مين؟ صباح اللي جبتها قبل كده وقعدت هنا وضحكت برضه، مش كانت واضحة؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا ابراهيم. انت عايز خد البيرة دي ساقعة، اعمل معاها الصح. الله يخرب بيت مناه واليوم اللي شفت فيه مناه. بتقول ايه يا؟ مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا رؤوف. تعالى يا هاني، خد يا حبيبتي. اعتبر البيت بيتك، خد راحتك على الاخر. مسا مسا رؤوف. مسا مسا ابراهيم. قول لي مبروك. ألف مبروك على إيه؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا أبراهيم. هات سقعة لك كبيرة، هات سقعة لك كبيرة. الله يخرب بيت رؤوف وبيت فيه. بتبطل تقول يا. لا بقول مسا مسا يا أبراهيم. مسا مسا مدام. على الفرح. صح يا منار، نفسي نتجوز بكره الصبح. كتير قوي اسبوعين. انا مش عارف اعيش في البيت يا منار طبعا عشان انت مش فيه يعني. ابراهيم بيقول لي ان كل يوم سهران عنده. رؤوف اوعى يكون ابراهيم بيعمل حاجه كده ولا كده، انا عارفاه ده مجنون وطايش. لا روحي، مجنون وطايش على نفسه، يعمل ايه؟ اسال ابراهيم قول له منار رؤوف. استنى، منار اسود النمر من المانيا. الو؟ يا تيتا، ازي حضرتك؟ حضرتك جايه مصر؟ بكره؟ معلش سؤال يعني، طلعت فوق فوت وصلت كله كاب خوجو الا تيتا اللي هي جدتي، تفتكر في ايه؟ طالما الطياره جت بالسلامه تيتا هتيجي بالسلامه هي كمان. مالك على الان ايه؟ حضرتك فاهمني غلط خالص يعني. بس سوري انا اسف. يا منى طلعت فوق فوت وصلت وهي ما جاتش. اه وشك حلو طول عمرك رؤوف. يا رؤوف ولد يا رؤوف ولد يا تيتا. ازاي اكلم طنطك بهيرة بالصدفة تقول لي ان رومان مات؟
يا تيتا وربنا كلمت حضرتك التليفون كان مقفول. ما انت لو كنت بتتكلم يا حيوان كنت عرفت ان انا غيرت النمر من 16. يلا خد دخلهم العربية. حاضر يلا. تفضل حضرتك. تفضل حضرتك. قول لي يا ولد. هو موتت. مين اللي خبط العربية؟ ربنا الله الله يرحمه. أمان أمان ربنا يغفر له ويسامحه. الله يرحمه. قول لي هو رمان مات ازاي؟ والنبي يا تيتا السؤال ده ابوكي يعني بعدين يعني ادينا حو وكلاب لو تقام لو تقام. نواطي مصر يا تيتا. اخرس انا روحي في مناخيري. عطلوني في الحجر الصحي عشان خاطر الكلاب. قال عملوا كل حاجه في البلد ونظفوها وخايفين من الكلاب. انت بتخاف من الكلاب يا ولد؟ لا حضرتك لا. انا بستغرب جدك لغايه النهارده ما جوزكش ليه؟ انا ياما قلت له كنت عامله حساب اللحظات. وتيتا حضرتك ناويه تيجي على الماني امتى؟ انت تخرس خالص. مفيش حاجه انا بقول لو حضرتك مستعجله الف وضع مطار. اخرس. حاضر يا تيتا. خلي ابو سليمان يجي يساعدك في الشنط. ابو سليمان مات الله يرحمه ويحسن اليه ارتاح. في سليمان دلوقتي يا سليمان. ما هي حضرتك يعني زي ما انت عارفه اجيال بتسلم اجيال يا تيتا يعني مفيش حد بيبقى قافش فيها على طول يعني. الحمد لله على السلامه حضرتك. الحمد لله على السلامه. مره ويا هاني الحمد لله على السلامه. كبرت يا بجم. انا سايباك وانت عندك 15 سنه. صح طول العمر ليك يا هاني. ابو البيت ما شاء الله. الله العماره بقى حالتها زفت كده ليه؟ عندك حق يا تيتا زفت. سليمان. نعم يا هاني. عايز اجتماع مع سكان العماره في اسرع وقت. حاضر. سمعت ولا ما سمعتش؟ سمعت يا تيتا. حضرتك يلا جوبل. اتفضل يا تيتا. اتفضل العماره نورت. مصر كلها نورت. الله انت سايب التلفزيون مفتوح؟ اوعى كده اوعى من قدامي يا ابني. ليه يا رؤوف؟ انت ليك في العتاقي؟ ده هتبقى مذبحه يا شريف. مذبحه. ميزة مصر رؤوف. ماي جاد. جرايه يا موز. بدخل مع صحباتي. اخس عليك يا فايم. جوبل قاعد. الست دي كدابة. اخلصي. قصدي ما تتكلميش غير لما اقولك يا شوية. يا راوي هانم الموضوع مش بالسهولة اللي انت فاكراها ديت. يلزم له ادلة وشهود. يعني حضرتك صورتي الواقعة بالموبايل مثلا؟ اصور؟ اصور ايه؟ قلتلك شفتهم بعناية دول. انا مش منقوله من هنا الا ما تدخلهم كلهم في التخشيبه وتدور على النجل اللي هرب وتجيبه هنا. يا مدام راويه انتوا مش بتاخدوا في المانيا المواضيع ببساطه برضو؟ شو عرفك ان انا كنت في المانيا؟ ما انا والاستاذ رؤوف عشره قديمه قابلته في لجنه قبل كده هوت وهو سايق عربيه حضرتك. تبقى انت اللي خبطت عربيتي. شكا واحد ظابط حضرتك جبت من الاخر بصراحه. ممكن كلمه على مفاض؟ ثانيه بعد اذن حضرتك. اتفضل. يا مناو النمر غلط. حد الظبط انا بقترح على حضرتك يعني ترميني في التخشيبه من هنا للصبح نقعد بقى في التخشيبه نفكر في اي جريمه. وبعدين هنفكر ليه؟ ما الجريمه موجوده. انا المسؤول عن اللي حصل في الشقه بالبنات دي كلها. ايه راي حضرتك؟ لكن مروح انا مش عايز اروح. عايزك تتاكد تماما يا رؤوف ان الظابط لازم يطبق القانون ويحافظ على المواطن. وانت عارف طبعا ان الظباط دول اخواتكم وقرايبكم. وانا كان نفسي اساعدك واحبسك. معلش يا رؤوف خد تيتا وروح. ارجوك مش عايز اروح. اتولدت قصير وقلنا ماشي يمكن يكون ده حافز ليك عشان تبقى حاجه. بيقولوا الدكاتره ان القصيرين دول عندهم ذكاء خارق لكن انت طلعت اهبل. دي حاجات بتاعت ربنا يا تيتا مش هنتدخل في شغل ربنا. طلعت عينينا في الدراسه ونجحت بالعافيه وهو بقى عندك 40 سنة ومعرفتش تعمل لا بيت ولا أسرة. سبحان الله يا تيتا حضرتك فتحت الموضوع اللي أنا كنت عايز أجاجع حضرتك فيه. يعني إيه هو يا ولد الموضوع اللي أنت عايز تكلمني فيه؟ حد حضرتك تيتا حضرتك بس مش عايز حضرتك تتعصبي عشان الجو مش ناقص توتر زي ما حضرتك شايفة يعني. وبعدين عشان أعصاب حضرتك. في إيه تيتا؟ إيه اللي قلب الصورة دي؟ حضرتك إحنا قلبناها عشان نحافظ عليها يعني. دي صوت حضرتك. دي صوت حضرتك. تعدلها دلوقتي حالا. حاضر. وبعدين تنظف البيت ده اللي بهدله صاحبك الصايع اللي هرب. وبعدين تتخمد عشان هنصحى الصبح بدري نروح نزور رمان.
تيتا تيتا هويا تيتا هويا ماتت فين الغفير الزفت بتاع المدفن ده يا ابو ربيع ابو ربيع ابو ربيع مين يا تيتا ابو ربيع الله يرحمه مات دلوقتي في ربيع ابنه ما شاء الله قايم بشغله ما هي اجيال بتسلم اجيال يا تيتا اهو ربيع ده منظر مدفن ده يعني الشوارع مش نظيفه قلنا ماشي ناس قبل تعيش في القذاره قلنا ماشي لكن خلاص ما عدناش بنحترم لا احياء ولا اموات الله يرحمك يا امان الله يرحمك ما تسترجل يا ولد اللي زيك في المانيا رئيس وزاره يعني بيحكم بلد بحالها هنا ما بيدوش فوسع حد يا تيتا حضرتك عارف اخرس خالص حاضر اسمع يا ربيع انا هاجي الاسبوع الجاي وهبص على المدفن اذا ما عجبنيش هدفنك هنا سوى يا تيتا بعد اذن حضرتك يا ربيع فوق يا ربيع فوق انت تخرس خالص حاضر يا تيتا يلا نجر قدامي حاضر نجر سوى ادعك كويس ادعك كويس حاضر يا تيتا بدعك اهو البلاوي تيتا كنت عايز اكلم مع حضرتك روح افتح الباب حاضر افتح الباب حاضر بس حاضر اتحرك حاضر يا تيتا صابون في ايدي رب ارحمنا بقى يا نهار اسود ازيك يا حبيبي وحشتني قوي الحمد لله منو ازيك انت عامله ايه ايه انا مش هدخل ولا ايه مش تدخلي يا منو مش تدخلي اصل يا تيتا خرجت مش عارفه فين وبعدين لو جت ولقيتك لوحدك معايا شكلك هيبقى قاضي قوي يا منو مين يا رؤوف انت بتضحك عليا يا رؤوف انت ما قلتلهاش ان احنا هنتجوز صح لا لا مش هقول يعني استنى استنى شويه يا منو انت ناسي ان فرحنا فاضل 10 ايام هتفضل لغايه امتى جبان مش عارف مش على الباب يا رؤوف لا تيتا ده الزبال ده ياخد شهيه يا تيتا سوى منو سوى مش هقدر بلو مش هقدر بلو مش هقدر بلو رعد جوبلز في الزوم جيب طبقك يا حيوان حاضر تيتا عامله لك بقى شوية مكرونة بالخضار هتاكل نفسك وراه انا عارف ان هو يوم زي الزفت حضرتك عارف ان انا بكره المكرونة دي هتاكلها وبعدها بقى هتلبس وتتشيك علشان هنروح عند طنط بهيرة فاهم يا حيوان؟ تيتا سوء يعني سوء اسف يعني مش ملاحظة حضرتك يعني ان الكلاب بتنتهيهم بأساميهم وانا طول الوقت حيوان حيوان اذا كنت انت حيوان ربنا من وقت عنك ما ضفح اللي ياكل على درسه ينفع نفسه مش قلتلك يا بهيرة هانم سالي مش ممكن تنسجم الا مع كلب الماني زيها الدم بيحن بقول لحضرتك ايه تيتا هو ينفع كلبة مصرية تتجوز كلب ألماني عادي يعني اخرس ده احنا جبنا لها كذا كلب عضتهم وعورتهم تصوري لكن شوفي منسجمين جدا مع بعض هاي يا طنط هاي يا حبيبتي انا فيروز اهلا يا فيروز كبرتي ده انا سافرت وانت لسه بتلعبي في الجنينة رؤوف فاكر فيروز مش فاكر حد فيروز مضيعة وقتها كله في القراية والعزف على البيانو والنت ما شاء الله طيب ما تعزفي لنا حاجة من شوبان يا فيروز طبعا يا طنط رؤوف برضو بيعرف يلعب بيانو ما بعرفش ألعب ولا عايز ألعب قوم يا رؤوف ما بعرفش يا تيتا قوم يا رؤوف قوم انت انا زهقان قوم يا حيوان بعد إذنك يا طنط اتفضل يا حبيبي اتفضل شك فين البيانو ده؟ اهو فين؟ استغفر الله العظيم هوب بيانو اوف ايه المزيكا زي الزفت دي؟
امشي عشان عندي صداع اساسا. خلينا قاعدين شويه وهنمشي انا والتيتا ان شاء الله. احسن. ايه يا برنس؟ برنس؟ على فكره جدتي وجدتك دول بلح. بلح؟ حوار جواز الصالونات ده بطل من ساعه ما عمرو دياب كان بيعمل حفلته في العجم. ما تهميش ما تهميش، القعده دي مش لجواز ولا بتاع، ده هم شويتين كده بيشوفوا الكلاب ونتكل على الله. ايه يا واد؟ انت رؤوف وحنين كده على طول؟ ما تضم كده وخلي العداله تاخد مجراها. يا نهار اسود ومنيل على المفاجاه فوز. ايه الكلام اللي مش لاقي ما اعرفش بيكوا ده اصلا؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله؟ انا اللي بقوله؟ لا انت شكلك مالكش فيها بقى. طب بص انا اسمي على الفيسبوك. انا ما عنديش فيسبوك اصلا، وجاي ورا شويه واتكلمي بصوت عالي عشان احنا شويه وهنمشي من عندكم. احسن المصحف قوم افضحك قدام ستي هي فكاكي شايفه. يا روحي عليهم يجننوا. لايقين على بعض هما الاثنين يا حبايبي. بطل معاك ويخرب بكم. لا انت شكلك كده عايز تفك. ما تيجي نضرب جونتين في البلكونه يمكن العلاقه تتطور. انت بتشرب مخدرات؟ ايه مخدرات تتطور؟ ولا انت هتخيب ولا ايه؟ لا ما تقطعيش في الكلام، ممكن ما احتمكيش. لا ده انت مالكش في الطيب. احتمي نفسك وقت تفتكيني طيب. الله ما شاء الله، انتوا انسجمتوا قوي مع بعض ما شاء الله. ما شفتش اظرف ولا اوائل من الانسه فيروز بصراحه يعني. بس خلوها يا عين مسكينه عماله تشتكي ما عندهاش فيسبوك، خليها تدخل يعني تدخل في الحياه بتاعت النت اللي فاصلنا ان شاء الله عشان تدودح شويه. مش معقول كسوفه، مش معقول. يلا يا تيتا، يلا يا تيتا نتوكل على الله من هنا. اذا كانوا الكلاب عملوا حاجه غصب عنهم فانا ارفض. اتجوزت من ورانا يا ولد. ربنا ما حصل يا تيتا، ربنا. ده انا تبيت حضرتك عامل كده ازاي يعني؟ هو حضرتك انت يا ولد انت. حاضر يا تيتا، هو مجرد تعارف، تعارف يعني. اصل المناه دي زميلتي في الشغل، وزي ما تقول حضرتك كده